كورونا وحماية نفسك من باقي الأمراض، عليك باتباع الإرشادات التالية: استخدم أدواتك الخاصة، تأكد من نظافة منزلك، واحرص على تطهير الأسطح باستمرار. لا تشارك أدوات المائدة مع الآخرين إلا بعد غسلها جيداً. بعد تقطيع اللحوم، نظف الأدوات التي استخدمتها. اخلع الخواتم قبل إعداد الطعام. لا تطبخ إن كنت مريضاً. إن الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة محيطك يحميك من أمراض كثيرة. إذا واجهت أي مشاكل صحية، راجع أقرب مركز صحي. نتمنى السلامة للجميع.